الخضري الشرقي. هناخد حاجه اسمها بيرينال ابسس، والبيرينال ابسس غالبا بتدافع عن حاجه اسمها انوريتال سبريشن. يفرع ازاي؟ يمين شمال فوق تحت، صح ولا انا غلطان؟
تمام. غالبا غالبا اسهل حتى يفرع فيها الباص ده اللي هي الجلد البدني ابسس، فاللي هي الجلد فيها باص اقرب يفرعها هنا ده المنطقه من صغير تحت الجلد. فلما يفرع تحت الجلد بتعمل اشهر انه ريتال سابريشن اب تو 70% من انه ريتال سابريشن بتبقى في هنا الابسس. والبرينا لابسس ده اسمه خراج وات حول الشعر، اسمه خراج حول الشعر. طيب ممكن تفرع في الجاني، بصوا على الاسماعيل فرعت هنا عامل البرينا ليه لابسس. ممكن تفرع يعني بلاش فوق صعبه شويه، ممكن تفرع في الجاني ما كده فرعت تحت، ممكن تفرع لاترال كده. لو فرعت لاترال بتعمل باص في السبيس ده اللي حوالين اللي هي الجناب، اسمه ايه السبيس ده؟ اسمه ريكتر فوس ابسس، اسمه ريكتا فوس ابسس. ممكن الباص يفرع فين تاني؟ فوق، برافو عليك. الباص بس هي يعني منطقيا صعبه شويه، منطقيا صعبه شويه، بس لو الباص فرع فوق فوق الريكتر ان اي يعني، لان الايدو ريكتر جنكشن عندها انهي ليفل؟ الايدو ريكتر جنكشن عندها انهي ليفل؟ اللي ليفيتر ان اي، مش الريكتا ماكرو اللي ليفيتر ان اي، تنزل من هنا الليفيتر ان اي اسمها وات؟ لقينا الكلام بس هل الباص بيفرع فوق؟ لو الباص بيفرع فوق بيعمل حاجه اسمها سوبرا ليجيتور ابسس. سوبرا ليجيتور ابسس. الباص ممكن يفرع فين؟ الباص ممكن يفرع بقى بالعافيه 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 تحت الميكوزا. ده سبيل ضيق جدا. لو الباص فرع تحت الميكوزا بيعمل حاجه اسمها وات؟ سب ميوكاس ابسس. فالاربعه دول على بعض، الاربعه دول على بعض اسمهم ايه؟ اسمهم وات؟ ايدو ريكتال سابريشن. فالموضوع الكبير اسمه هنا ايدو ريكتال سابريشن. وليه ايدو ريكتال سابريشن ساعات بنسميه برينا لابسس وما يخلص؟ لان 70 80% من ايدو ريكتال سابريشن ارباط برينا لابسس. والمصيبه كلها ابتدت عشان حصل انفكشن في مين؟ في الريان جلاند. المصيبه كلها ابتدت حصل انفكشن في الهنا ليه جلاند. هل في حاجات تانية بتعمل ريتال سبريشن؟ في حاجات تانية بتعمل ريتال سبريشن بس بتبقى لاس كومن. يعني ايه مثلا؟ يعني انفكت فيشر، الفيشر لو حصل عليه انفكشن ممكن يعمل ريتال سبريشن. مين خدناها من شويه كان بيحصل فيها ترانجوليشن وكان في وي البايز. ممكن يعني يبقى عنده اساسا انفكشن في المنطقه زي كرونز. فهمتوا الفكره؟ انفكشن في المنطقه زي كرونز برضه ممكن يعمل برينا ليه ابسس وممكن يعمل برينا الانفكشن وكده، بس كل دول اسمهم سكندري ريتال سبريشن. البرايمري ريتال سبريشن، الموست كومن ريتال سبريشن از انفكشن في مين؟ في الان جلاند. طيب ايوه دلوقتي العيان جاله انفكشن في الايه؟ في الان جلاند. وبعد ما جاله انفكشن في الان جلاند هيبقى عنده أربعة أنواع من الأبسس. مين الأربع أنواع من الأبسس؟ فيرينا الأبسس، إكسوريتا فوس أبسس، سابلوكس أبسس، وعنده وات؟ سوبر ليفيتوري أبسس. فالآن طبعاً هنروح للدكتور يقول له حضرتك أنا عندي سوالينج، والسوالينج ده عامل لي ثروبين بين، والسوالينج ده عامل لي هيكتيك إيه؟ فيفر، والدكتور حضرتك حصل سوالينج، قال عليه سانز انفلاميشن وريدنس وهوتنس وتندرنس وهيكتيك فيفر وثروبين بين ابسس. يعني ابسس على حسب مكانه بقى، على حسب مكانه. يعني ايه حضرتك على حسب مكانه؟ يعني لو جنب الايد الفيرج على طول ده يبقى لي ابسس برينا. لو جنب الخد، لو جنب الانر كليفت على طول ده برينا. لو لقيناها لاترال شويه في مكان الاسكو ريكتر فوسا يبقى انا عندي وات؟ اسكو ريكتر فوسا ابسس. يبقى مور لاترال، يبقى مور لاترال. مين من دول بقى ما يتشافش خالص؟ يعني مين من دول يعمل سيفير انال بين وبالون اتيولوجي ويعمل فيفر وبالون اتيولوجي وصعب جدا يتشاف، ولو حطيت صباعي العيان هيقاقي ويتنطط لفوق؟ سابلوكاس ابسس. السابلوكاس ابسس ما بيعملش سوالينج، السابلوكاس ابسس بيعمل فيفر وبالون اتيولوجي وسيفير انال بين. ولو الدكتور فكر يعمل في ار العيان هيصور. مين بقى؟ مين اكتوري بقى؟ العيان يجي بيلفيك بروتونايتس، ودي مش كمان خالص يعني. يعني العيان مش جاي بسوالينج حوالين هنا كنال ولا نيله، العيان جاي بيلفيك بروتونايتس زيه زي عيان الزايده.
ويبقى عنده تندنس تحت وريباوند تندنس تحت وداريه وتنسمس وريتيشن في البلادر والكلام ده كله. مين اللي بيجي بيلفيك سيمتومز؟ سوبر ليبيتور ابسس. لدرجه ان السوبر ليبيتور ابسس هنا محطوط غلط. يعني ايه السوبر ليبيتور ابسس محطوط غلط؟ يعني السوبر ليبيتور ابسس ما كانش المفروض يتحط في الشابتر بتاع رينو ريكتال، لان الموست كومن كوز اوف سوبر ليبيتور ابسس ليس وضع ليس انفكشن في مين؟ الرينال جلان. الموست كومن كوز اوف سوبر ليبيتور ابسس بيرفوريت الزايده. الموست كومن كوز اوف سوبر ليبيتور ابسس بيرفوريت ايه مثلا؟ دايفرتيكولار ديزيز حاجه جاينه. السوبر ليبيتور ابسس ما يعتبرش بيرينال ابسس. السوبر ليبيتور ابسس اتحط تبع لانه انت السبريشن على اساس ان الانفكشن في الرينال جلان ساعات بيعمل وضع سوبر ليبيتور ابسس. بس السوبر ليبيتور ابسس كان المفروض يتحط فين اكتوري؟ او السوبر ليبيتور ابسس هنلاقيه ليتر اون فين في انهي شابتر؟ بيلفي بروتونايتس. المهم لما العين يجي له لما العيان بالمناسبه عشان برضه الظاهر الكوميك عمل شغل امبارح يعني تمام. السوبر ليبيتور ابسس ده ده اللي ممكن افتحه وط ترانس ريكتور. السوبر ليبيتور ابسس ده اللي ممكن يفتح وط عشان ده بص في الفيكس يعني ممكن يفتح ترانس ريكتور. اي عيان لما يجي له انو ريكتال سبريشن باي نوع سواء برينال ابسس سواء وط اسكريبتو فولس ابسس سواء البرينا سواء سامبيكاسي ابسس سواء حتى وط سوبر ليبيتور ابسس المفروض البرينا ابسس شود بي درين اي دونت ويت فور فلكتويشن. اي برينا ابسس شود بي درين اي دونت ويت فور فلكتويشن. ليه بقى كلام الريك دوت لاي برينا ابسس؟ طبعا انا بقول برينا ابسس بس الكلمه الصح بتاعتها وط اينو ريتال سبريشن. اي برينا ابسس لو انا سبته ما عملتلوش ايه؟ درينج فالباس از اندر تنشن. الباس هيموت عايز يطلع. الباس عنده كام سكه يطلع منها؟ بصوا على الرسمه. الباس عايز يطلع لبره. الباس مش عايز يتحوش في الجسم. الباس عايز يطلع لبره خالص. الباس عنده كام سكه عشان يطلع منها؟ يعني برينا ابسس انا ما عملتلوش درينج. الباس عنده كام سكه عشان يطلع منها؟ عايز يطلع بره في الشارع. مش بره في الجسم. عنده سكتين يفتح فين؟ عالجلد ويفتح فين؟ في الرينال كانال. باص انترفين فاي برينال ابسس لو اتساب في الاخر 100% هيقلب فيستو. يعني ايه فيستو؟ يعني تلاقي الباص خارج من هنا والباص خارج منين؟ من هنا للكانال وابتدى العيان يبقى عنده تراك كده. كده الباص ماله؟ انصرف. الباص انصرف. بس لما الباص انصرف العين اتحول من برينا ليه؟ ابسس لبرينا ليه؟ فيسترا. والعيان لما يجي له بقى برينا فيسترا 100% وانا ما بقولوش 90% 100% من برينا الابسس لو انا ما عملتلوش ايميديت درينج بدري هيقلب وط برينا ليه؟ فيسترا. ده لدرجه انه يا رب يفهموا اللي انا بقوله لدرجه انه فهموا الجمله دي فهموا الجمله الاولى. العيان اللي عنده برينا الابسس وراح للدكتور وانا عملت له وط وانا عملت له ايه؟ درينج. يعني انا فتحت الحته دي من الجلد احتمال يكون اوريدي الابسس ابتدى يفتح على مين؟ على الانا كنان من جوه. فحتى لما بعمل عمليه برينا الابسس بقول له انت ونصيبك. احتمال انا كنا عملتها لك متاخر شويه وانت جيت بط متاخر شويه اوريدي فتح على مين؟ علينا الكنال. يعني هنسيب الدنيا كده لما تمشي واحتمال حظك يبقى نحس وما يحصل لكش هيلي. احتمال حظك يبقى نحس وايه؟ ويحصل لك ايه؟ فيسترا. تعالى لي تاني. يعني عايز اقول لكم ان حتى لو عملت العام بدري اوريدي اكون عملت العام بدري بس ما لحقتوش ما انا فتحت الناحيه دي يكون اوريدي الباص عمل له تراك كده. فالباص لما يبتدي يعمل تراك كده وانا فاتح تراك من هنا محترم كل التراك هيقفل. كل مكان الابسس كامل بتاعتي هيقفل ما عدا التراك ده هيفضل موجود. يوم العام برضه خلاص اتحول لوقت برينا فيسترا. يعني برينا فيسترا بعد الابسس نسبتها عاليه جدا الساعه
سواء انا ما عرفتش العيان سواء عرفت العيان حتى متاخر شويه. لو عرفت العيان متاخر شويه احتمال يكون قلق برضه بيرينال ابسس. المهم بقى لما العيان يبقى عنده بيرينال ابسس هيجي لي ازاي؟ يعني هل يجي لي سوالينج وثروبين بين وهيكتيك فيفر والكلام ده كله وفيفر مونان تورجي، ولا هيجي لي بايه بقى البيرينال ابسس؟ سوري البيرينال فيسترا. العيان هيجي لي بايه؟ البيرينال فيسترا. العيان هيجي لي بايه؟ البيرينال فيسترا. العيان بيجي لي خرم. البيرينال فيسترا العيان بيجي لي بخرم. العيان خلاص كان فيه مناعه في البيرينال ابسس، سواء البيرينال ابسس فتح لوحده سواء انا فتحته متاخر سيكا، فالعيان هيجي لي بايه؟ بخرم. العام بيجي لي خرم حوالين الانال بيرج. حضرتك انا عندي خرم حوالين الانال بيرج والعيان مش شايف المصيبه السوداء بتاعها نور الورق، يبقى نور الورق. ايه المصيبه السوداء اللي عند العيان بتاعها نور الورق؟ المصيبه السوداء اللي عند العيان ان العيان دلوقتي قاعد كده فاكر اللي عنده خرم صغير فين؟ حوالين هنا ليه؟ بيرج. والخرم ده طبعا بيطلع سيرس او بيطلع سيرو فص في الاوقع. ليه بيطلع سيرو فص في الاوقع؟ عشان ده كرونيك ابسس خلاص، ده كرونيك انفكشن. يعني كان في اكيوت انفكشن حصل له درينج وقال في فيسترا اللي هي كرونيك انفكشن، فالعيان بيطلع زي سيرس، العيان بيطلع زي سيرو باس. طبعا كل ما العيان يقعد بيحصل سوكن كريم طبعا في الاندر وير، بيروح لمراته في سوكن فين؟ في الاندر وير. وطول ما العيان قاعد طبعا ممكن يجي له ايه؟ برويتس طبعا من ايه؟ من الدشارج. وطبعا عيشه سخيفه ان يعني العيان يفضل عايش بايه؟ يبقى هنا ايه؟ فيسترا. فيروح للدكتور يقول له الدكتور بعد اذنك انا عندي خرم حوالين البتاع. الدكتور بقى فاهم ايه ده؟ عارف ان هو الموضوع مش خرم، الموضوع عباره عن خرم وايه؟ لا عباره عن خرم ودراك وخرم من جوه. مين الخرم من جوه؟ اللي هي اللي بتبدا ايه؟ اوبري. تمام؟ اللي العيان مش شايف غير ده. العيان بالنسبه له الدنيا كلها ده. بس الدكتور الدنيا بالنسبه له مش كده. الدكتور الدنيا بالنسبه له ايه؟ ده وده وده. ده اللي هو مين؟ الانترنال اوبننج. وطبعا الانترنال اوبننج دي ممكن تتشاف. تتشاف ازاي الانترنال اوبننج؟ تتشاف ازاي؟ بالبروتوسكوب. الدكتور بيعمل انسبكشن وبعدين يعمل بي ار وبعدين يعمل وات؟ بروتوسكوب. الانترنال اوبننج طبعا بتتشاف مين؟ البروتوسكوب. فاضل مين بقى عايزين نجيبه؟ التراك. عايزين نجيب التراك وعايزين نجيب حاجه اسمها باثولوجي اوبرينال ايه؟ حلو. اورجن اومينال. مين الاورجن اومينال دول؟ افتحوا نور الاورجان. مين الاورجن اومينال دول؟ انا عامل عمليات عند الموسيس اوبن قبل اختراع الدباسه وقبل اختراع الديب هيب ده ولا ما اعرفش ايه نقطه الارض ما اعرفش ايه. تمام. فقال لك هنقسم البرينال فيسترا، هنقسم البرينال فيسترا تقسيمتين اهو. هنقسم البرينال فيسترا لو وهاي. هنقسم البرينال فيسترا لو وهاي فيسترا. يعني ايه لو فيسترا؟ لو فيسترا يعني الفتحه الداخليه، الفتحه الداخليه عدت الديد لاين بلينا كلام. دي كده اسمها وات؟ لو فيسترا. يعني ايه هاي فيسترا؟ يعني ايه هاي فيسترا؟ يعني الفيسترا عامله كده. الفتحه الداخليه بتاعتها فين؟ في الريكتوم. الفتحه الداخليه في الريكتوم. فدي تقسيمه اول تقسيمه طلعت للفيستولات. اول تقسيمه طلعت للفيستولات هنقسم الدنيا الفيسترا اللي هو الضغط هاي. ايه اللي مش فاهمينه؟ فيها مريم فيها لو. موضوع جديد ظريف يعني. انا شايف الحصه دي اصعب بس اظرف من حصه امبارح. ولا حصه امبارح اظرف؟ لا امبارح سهل. امبارح ما فيش شر. النهارده اليوم لسه سخيف. حبيبي انت عملت درج الابسس بس هي اوريدي ابتدت تفتح. لا يا حبيبي الفتحه اللي انت فتحتها مش هتقفل. يعني انتوا فاهمين سؤال باسل؟ سؤال باسل بيقول لي ازاي بعد ما تعمل ابسس هيقلب فيسترا؟ انا فتحت الابسس متاخر. فلما فتحت الابسس متاخر وريت الحته دي ابتدت تتعمل. فالحته دي ابتدت تتعمل هتفضل تيجي. بعمر الجرح بتاعك ما ايه؟ هيقفل في كل حته بس يفضل منه ايه؟
الكورن صغير فهمتني انت ولا لا؟ مش انت اللي عملت له الفيسترا، انت فتحت الابسس بس هو اوريدي ابتدى الابسس يعمل انترنال ايه فيسترا جوه فهمت، فانت فتحته متاخر بس فلازم افهم العيان عشان ما يعتبرش ان انا غلطت بالطول. طلع على سكين، طلع على سكين انت اللي عملتها عشان فتحت الابسس، فديت فرصه للبتاع اللي جاي من جوه انها ايه تنزل لتحت من فتحه حضرتك، بس اكتر انت ما غلطتش في حاجه انك انت فتحت الابسس، هو كان اوريدي ابتدى يعمل انترنال اوبننج. فهمت الفكره؟ فلازم افهم بس العيان انك انت جاي متاخر واحتمال يجي لك ايه فيسترا عادي، يعني انا حضرتك فتحت الابسس احتمال يجي له فيسترا. وزمان على فكره كنا بندرسها متاخر، عارفين زمان كنا بندرسها ازاي؟ زمان يعني في حاجه بتتغير، زمان كنا بنقول لما تيجي تفتح بيرينا الابسس يبقى دور احسن يطلع عنده وقت بيرينا الفيسترا، ودلوقتي بطلنا هنعرف ليه بطلنا؟ لان التعبسه في التراك وحشه. يعني لو فتحت بيرينا الابسس افتح بيرينا الابسس واسيب العين هو مصيره هيجي له ايه؟ يا ما يجيلوش. زمان كان بيقول لك لا افتح بيرينا الابسس ولما تفتح بيرينا الابسس دور احسن يطلع في وقت بيرينا الفيسترا، ودلوقتي هتعرفوا ليه التعبسه مش حلوه. طرف اللي انت عايزه مش حاجه، المهم عايزين نقسم الفريق الفيزو، فقلنا نقسمه الفريق الفيزو نقسموها وات لو وهاي على حسب مين الانترنال اوبن. يعني لو الابسس فتح كده، لو الابسس فتح كده هتبقى لو فيزو، لو الابسس فتح لفوق تبقى وات هاي فيزو. طب يا معظم الفيزوات لو ولا هاي؟ معظم الفيزوات لو، عبالكم ايه؟ معظم الفيزوات لو، معظم الفيزوات لو، لان معظم الفيزوات اقدر ابتدي هنا الفيسترا بيبقوا حاجه اسمها كريبتوجينيك. معظم ابتدي هنا الفيسترا بيبقوا كريبتوجينيك، فبالتالي معظمهم هيبقى لو. اقول لكم يعني ايه كلمه كريبتوجينيك؟ حد من قاعدين عارف يعني ايه كلمه كريبتوجينيك؟ كريبتوجينيك يعني معظم الفيسترا زي ما قلت بتبقى كريبتوجينيك. يعني ايه كريبتوجينيك؟ يعني معظم الفيسترا مين اللي عملها الجورجي؟ الانديوباسيك. لا اللي عملها الانديوباسيك نتيجه انفكشن في مين؟ بيرينا جلاند. والانا جلاند، والانا جلاند لما يحصل فيها ابسس وعايزه تفرع الانا جلاند والابسس بتاعها عايزه ترجع لسكتها الاصليه، مين سكتها الاصليه؟ الانا جلاند بتفتح في مين؟ عند الدنتيت لاين. فهمتوا ليه معظم التستوستيرون بتبقى لو؟ معظم التستوستيرون بتبقى لو لان 90% من التستوستيرون بتبقى نتيجه انفكشن في الانا جلاند، فاكتر الانا جلاند بتتحول ايه؟ لابسس. والانا جلاند دي عايزه تفرع، هتفرع فين؟ عند الحته اللي هي مالها متعوده تفتح عليها. فعشان كده معظم التستوستيرون بتبقى لو، لان معظم التستوستيرون ده برضه كريبتوجينيك. معظم التستوستيرون بتبقى لو عشان معظم التستوستيرون بتبقى كريبتوجينيك. وعلى فكره لو وهاي ملهاش علاقه بالتراك. يعني لما نقسمه التستوستيرون لو وهاي، هل انا جبت سيره تراك؟ انا قلت لكم العيان عباره عن ايه؟ فتحة خارجية دي العين شايفها، انما الدكتور بالنسبة له العين مش فتحة خارجية، الدكتور بالنسبة له العين ثلاث حاجات، فتحة خارجية وفتحة ايه؟ داخلية وتراك في النص. فأول تقسيمة تقسيمة على حسب مين؟ على حسب الفتحة الداخلية، لو فيسترا وايه؟ واي فيسترا. وأثبت لكم إن معظم الفيسترات هتبقى لو فيسترا، لأن معظم الفيسترات الوات كريبتوجينيك. مين عامل التقسيمة دي؟ مورجان بتوع زمان دول. جه واحد تاني جاي اسمه الان بارك. الان بارك. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، الان بارك ده بتاع عين السيرجي. عارفين الان بارك هو اول واحد عمل ايه؟ الان بارك ده اول واحد عمل الباوتش. هاني باوتش يا فندم؟ ايديا باوتش. فالان بارك قال لك يا حمار يا مين اللي انت مورجان؟ يا مين اللي انت مورجان؟ انتوا حمير، انتوا حمير، ليه انتوا حمير؟ عشان انتوا عملتوا التقسيمه اكوردنج لمين؟ الانترنال اوبننج. التقسيمه الرئيسيه مش المفروض تبقى تتحسب الانترنال اوبننج، التقسيمه الرئيسيه المفروض تبقى على حسب الكورس بتاع مين؟ التراك. يا ترى التراك ماشي كده ولا التراك ماشي كده ولا التراك ماشي كده؟ وعمل تقسيمه اسمها اللي هو الان بارك ده تقسيمه الفيزيولات اكوردنج لمين؟ للتراك. وقال لك الفيزيولات ممكن تبقى انتر سفنكتريك، ترانس سفنكتريك، سوبر سفنكتريك، اكسترا سفنكتريك. حالا هنعرف حاجه. حالا هنعرف ايه الكلام ده. يعني مثلا لو حطينا الرسمه دي، لو
الاكسترا سفنكتريك الباص خارج مين؟ الفيبوري الكتاس.
وبعدين انتوا عمالين تقولوا هو ماله ماله الراجل يعني ماسك في حته السفينتر وعمال يقول لنا اصل التراك عدى في السفينتر اصل التراك عدى في السفينتر. ما ده في الاخر عمليه هبله. المصيبه ان احنا في العمليه لسه ما فهمتوش العمليه البيلينا فيسترو بنعملها حاجه اسمها لي اوبن. وهنا لما ما ينفعش امشي بالترتيب يعني ايه لي اوبن؟ يعني الفيسترا دي عباره عن زي انبوبه مقفوله على نفسها. انبوبه مقفوله على نفسها البيلينا فيسترا دي انبوبه مقفوله على نفسها كده. انا شايف منها مين بس؟ انا شايف منها الاكسترنال. ودي مين دي؟ دي الانترنال. وطول ما هي مقفوله على نفسها وجواها كرونيك انفكشن كده جواها كرونيك انفكشن كده عمر الفيسترا دي ما ايه؟ ما هتيل. الحل الوحيد الحل الوحيد عشان الفيسترا دي تيل ان انا بجيب مشرط واضربها كده. هقول حاله بضرب التراك كده فلما اضرب التراك كده انا بفتح الفيسترا زي الكتاب. فلما افتح فيسترا زي الكتاب بطلع كل الانفكشن على ايه؟ على بره وهي تيل بسكندري كانيليشن تيشو. المشكله بقى ان انا بقطع في التراك. انا بقطع في التراك. انا بقطع في التراك. يعني وانا بقطع في التراك والتراك معدي جوه مين؟ السفنكتر. يبقى انا هقطع مين؟ انا هقطع السفنكتر. فعشان كده مين على السبوره دول التراك فوازير؟ تراك ترانس كازم اللي عدت على مين؟ على الاكسترنال سفنكتر. مين تاني على السبوره خازوق؟ الاكسترا سفنكتريك. الاكسترا سفنكتريك عدت على مين؟ على الفيبول التالت نفسها. انا دي حاجه ما اقدرش اقولها. وعشان كده العمليه بتاعتها سيمبل بيعملوا حاجه اسمها لي اوبن. يعني ايه لي اوبن؟ بصوا على العمليه عشان تبقى واضحه. الجراح لما يحط العام في الاسوبر بوزيشن. لو انا حاطط العام في الاسوبر بوزيشن اهو. الجراح شايف مين بس؟ الجراح شايف مين؟ شايف مين؟ والانترنال هيشوفها ازاي؟ الانترنال هيشوفها مين؟ البروكتوسكوب. هو عايز يعمل ايه في التراك؟ عايز يجيب مشرط ويعمل ايه في التراك؟ يفتحه كده. طب هو فين التراك؟ انا مش عارف التراك فين. يبقى لازم يعمل ايه في العمليه عشان يجيب التراك؟ لازم جوه العمليه يحط ايه؟ درايف واير. يعني وانا في العمليه اهو انا مش شايف برتين. تمام؟ كل دي متغطيه بالجلد اللي هي التراك. كل ده متغطي ايه؟ بالجلد. عشان اضرب المشرط في الانبوبه يا رب يبقوا فاهمين. عشان اعرف افتح الازازه دي لازم اعدي جوه الازازه ايه؟ جايد واير. واضرب المشرط على مين؟ على جايد واير. فضربه المشرط على الجايد واير دي بتفتح التراك. بس ضربه المشرط على الجايد واير 100% طالما التراك معدي في السفنكترز. لو انا بضرب المشرط عورت مين؟ مين اللي قاعدين مش فاهم؟ اللي مش فاهمين. فاهم يا مينا؟ فاهم يا عبير؟ فاهم يا اسراء؟ لا تمام. يعني بالبلدي كده لما نيجي نعالج العيانات مين الفترة الوحيده اللي هينفع نعالجها من غير مشاكل وتبقى الدنيا كويسه والدنيا ظريفه واعمل العمليات دي وانا مطمن بلا اي مشاكل من العيان ولا اي خطوره على العيان؟ مين هي الفترة اللي محطوطين على السبوره؟ الانترسيبتر. بالظبط. الانترسيبتريك الوحيده اللي اقدر اعمل لها وقت عمليه وانا مطمن. يعني في الانترسيبتريك انا هعور مين بس؟ الانترنال سفنكتر اللي هو لو عورت الانترنال سفنكتر 10-15% بس هجي لهم ايه؟ ماينر وات انكونتنس. والحمد لله بفضل الله بشكر الله يعني ان 70% من الاباسيس الوات 70% من الاباسيس لا 70% من الاباسيس الوات برينا بعد 70% من الفلترات وات انترسبتيف. لدرجه ربنا يخليكم يعني ربنا يديكم الصحه يعني لدرجه ان دي لان انت سبكتري كيفتر بيسموها سيمبل فيسترا. وبعمل لها العمليه اللي انا قلتها دي اللي بقى دخل الجايد واير. فالعمليه دي اسمها سيمبل فيسترا او التيم ويب. العمليه بتاعتها اسمها وات؟ ليه هو؟ عارفين كل دول بيسموهم وات؟ اللي هم مين؟ الترانس سبكتريك والاكسترا سبكتريك والسوبر سبكتريك اللي ما جبت سيرتها لغايه دلوقتي دول بيسموهم عارفين ايه فيسترا؟ بيسموهم كومبلكس.
كومبلكس انفستورات عشان معدين في مين؟ بالاكسترنال سفنكتر او عدوا فين؟ بالبيوبو ايه؟ بالتالس؟ فبيسموه كده فلترة ايه؟ معقلة فلترة معقلة ما ينفعش امشي زي ولا بالترتيب قوي في الحتة دي عشان نفهم الفرق بين الاثنين. فاضل بقى احنا عندنا كام تقسيمة غير دلوقتي ساعة بنية تقسيمة اسمها ايه؟ لو وتقسيمة دو هاي اكوردنج لمورجان وميلر وعملنا التقسيمة الثانية بتاعة البارك اللي قسمت الفلترات اكوردنج لمين؟ لازم الفلترات اكوردنج لمين؟ للتراك. جه بقى واحد اسمه الراجل الصالح جود سولز جود سولز سولز كويس ده برضه معانا يهمنا الحاج جود سولز ده عمل قانون اسمه جود سولز رول فكل واحد عايز يدخل يفتي له بحاجه يعني اول اثنين فاتوا التستوات لو ولا هاي الثاني فتى ايه التراك معدي على ايه على السفنكتر جود سولز بقى افتى انا دخل البروب ازاي مش فاهم حضرتك انا دخل البروب ازاي دخل البروب ازاي يعني لو دخلوا مثلا بالكم هنا بالكم هنا ثانيه واحده الراجل هنا دخل البروب ازاي الراجل هنا دخل البروب ازاي التريد صح وانا شايف تراك ولا بدخل كده بالبركه؟ بدخل كده ايه؟ بالبركه، طب ما جايز تراك يبقى عامل كده. صح ولا انا غلطان؟ وجايز تراك يبقى عامل كده. صح ولا انا غلطان؟ مش لازم تراك يبقى ايه يعني؟ ستريت تمام؟ فعمل قانون، عمل قانون لان في الاخر برضه عايز افهمكم حاجه، عايز افهمكم حاجه، لو الراجل ده دخل بالجايد واير كده هيعمل ايه في العيال؟ هيبوظ العيان ويعمل له فورس تراك. هيبوظ العيان ويعمل له ايه؟ فورس تراك. لدرجه ان ساعات بيسالوا سؤال ظريف جدا، ساعات بيسالوا سؤال ظريف جدا 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 جدا. ايه البوست كومن كوز اوف هاي فيستولا؟ يا رب يبقوا فاهمين السؤال. يعني ايه البوست كومن كوز اوف لو فيستولا؟ العاديه انت سبكتريكو برينال ابسس. ايه بقى البوست كومن كوز اوف هاي فيستولا؟ البوست كومن كوز اوف هاي فيستولا ابو جي. البوست كومن كوز اوف هاي فيستولا ايه؟ انا اللي عاملها. يعني ايه انا اللي عاملها يا فندم؟ البوست كومن كوز اوف هاي فيستولا ايتروجينيك. يعني لما جيت اعمل انا ليه اوبن؟ لما جيت اعمل ليه اوبن؟ الفيستولا دي بدل ما ادخل كده دخلت ازاي؟ دخلت كده. فالبوست كومن كوز اوف هاي فيستولا ايتروجينيك. وانا بعمل مين؟ العمليه عشان مش عارف اتنيل اعمل ايه ادخل في التراك والعام بدل ما يجي لي البينيال فيسترا عشان اعالجه العام جالي البينيال فيسترا انا حولتها له من الوط باللول هاي يا فرحه امي بيا عشان دخلت في التراك ايه غلط الفكره كلها الفن كله في العمليه الفن كله في العمليه انت مش شايف التراك ازاي تعرف تعدي بروفي ازاي اعرف اعدي بروفي التراك عشان اوصل للتاتا الاوبننج من النورمال تراك. لان كل ده انا بعمله له اندر ايه؟ فيجن تمام؟ فجود سالز حط قانون، قال لك ايه القانون ده؟ عشان جود سالز حط قانون عشان يدخل تسهيل مين؟ البروب فين؟ في التراك ما يعملش فولس تراك، افتح الموضوع. فعمل ايه حاج جود سالز ده؟ قال لك الفيزيولات حاجه من الاثنين. الفيزيولات حاجه من الاثنين. هنحط هنا خط واحد. هنا الساعة كام؟ 12 وهنا الساعة كام؟ 6 الفيستولات فوق الخط ده الفيستولات فوق الخط ده هنسميها انتيريور فيسترو والفيستولات تحت الخط ده هنسميها وات؟ بوستيريور فيسترو فجود سالز والقانون بتاعه على فكرة طلع صح في 80% من الحالات قال لك ايه؟ قال لك الفيستولات الانتيريور الفيستولات الانتيريور دول ولاد حلال الفيستولات الانتيريور ولاد حلال يعني ايه حضرتك يا عم تقول سالز ولاد حلال؟ يعني الفيستولات الانتيريور ليهم ستريت تراك ستريت تراك اسف الوقت ستريت ولو عندي تو فيسترا انتيريور ولو عندي تو فيسترا انتيريور
في الاخر كل واحده ليها سيبريت اوبننج. يعني لو عندي فيسترا هنا وعندي ايه فيسترا هنا يبقى التراك بتاع دي واطي ستريت وليها فتحه لوحدها، والتراك بتاع دي واطي ستريت وليها فتحه لوحدها. الفيسترات الانتيريور ولاد حلال. الفيسترات الانتيريور ليهم ستريت تراك وكل واحده ليها واطي سيبريت اوبننج. الفيسترات البوستيريور ولاد حرام. لكن ليهم حاجه حلوه هقول لكم عليها حاجه. لما درس الفيسترات دي كلها لان الفيسترات البوستيريور كلها الفيسترات البوستيريور ليها كيرف تراك. يعني لما يجي دخل بروب بالفيسترا بوستيريور هي اكتر فيسترا بوستيريور تدخل التراك ازاي؟ ازاي تدخل الجايد واير ازاي؟ ستريت لازم تلف بالجايد واير. طب الف فين؟ يعني الف كده ولا الف كده؟ انا ممكن الف كده ممكن ايه؟ الف كده. قال لك ان في الاخر يعني ليها كيرف تراك وكلهم لو في كذا واحده في كذا واحده فيسترا يعني كلهم ليهم كومن اوبننج عند الساعه 6. كلهم ليهم كومن اوبننج عند الساعه كام؟ 6. يعني لو بالبلد اهو عندي هنا في هنا فيسترا دي بوستيريور ولا انتيريور؟ دي بوستيريور. فتحتها الداخليه تبقى فين؟ فتحتها الداخليه تبقى فين؟ يا ابني ركزوا، فتحتها الداخليه فين؟ دي ايه بقى؟ فتحتها الداخليه هنا. لو عايز ادخل بالتراك ادخل ازاي؟ ادخل كده؟ لا ده كده بقى وطي. هدخل بال هدخل بال هدخل بالجاد وار ازاي؟ هدخل بالجاد وار كده. تمام؟ او هدخل بالجاد وار كده. اشوف الجاي جوار معايا فين في السكه دي اسهل ولا فين؟ ولا فين؟ ولا دي ما ادخل كيرف؟ لما في الاخر اقفل عند الساعه كام؟ سنتر. لو عندي فلتر هنا ادخل الجاي جوار ازاي؟ ادخل الجاي جوار ازاي؟ ادخل الجاي جوار ازاي؟ يعني ايه بالبلدي حضرتك؟ عشان الناس مش فاهمه. يعني لو الاكسترنال اوبننج عند الساعه 11 يبقى الانترنال اوبننج عند الساعة كام برضه؟ 11. ده كده يبقى ليها وط؟ ستريت تراك. ما هي يا حبيبتي لو بلاش ولو في اثنين كل واحدة ليها وط؟ كل واحدة ليها سيبر. لو دي فاتحة عند الساعة دي عند الساعة كام بالمناسبة؟ دي عند الساعة 7. دي الاكسترنال اوبننج بتاعتها عند الساعه 7. تبقى الانترنال اوبننج عند الساعه كام؟ 6 برضه. كل الفيسترات البوستيريور بيفتحوا في الاخر عند الساعه 6. يبقى ادخل ازاي بالتراك؟ لو دخلت ستريت كده اجيب عند الساعه كام؟ 7 برضه. انا ما ينفعش ادخل كده، امال هدخل ازاي؟ هدخل يا كده يا كده. على حسب ايه بقى؟ على حسب الجايد واير جاي معايا ازاي؟ اذا اسهل لي ولا كده؟ لازم احاول ادخل ايه؟ كيرف في الثلاث البوستيريور. تمام. واكبر دليل ان كلام الحاج ده صح اتفرجوا على الصورة دي. ونفس الكلام ده ذاكر النهارده عشان الكلام ده صعب قوي. ده ايه النظام؟ ده انتيريور هو ده حوالي دي اهوت. ستريت تراك. هنجيب المشرط ونضرب كده. ولما نجيب المشرط ونضرب كده عملنا عملية اسمها وقف التراك. اللي يوبن بقى شكله عامل كده اهو. ده شكله بعد ما تعمل له وقف. اللي يوبن. التراك كله اتفتح زي الكتاب، فلما التراك اتفتح زي الكتاب انا هقعد اشطف الانفكشن هيبقى درين ان شاء الله. البرينا تسرى مالها تقفل عشان بقى درين. لو خدتوا بالكم في الصوره في اللون اللي ورا هتلاقوا زي ما يكون هنا على الحواف في وقت. بصوا في الصوره كويس، بصوا في هنا في بصل ده مكان كرونيك ايه؟ انفكشن. فكده احسن حاجه في العلاج
هي الانترسلكتريك فلترا اللي انا بعمل لها سيكلي وات ريوبن. انما اي فلترا غير الانترسلكتريك دي اللي هي ترانسلكتريك او اكسترسلكتريك او سوبرسلكتريك التراك معدي فيه بعمل لي كذا معدي في السفنكترز. فده معناه ان انا هقطع ايه؟ السفنكترز طبعا مش هنقطع السفنكترز لدرجه ان الترانسلكتريك والاكسترسلكتريك والسوبرسلكتريك سموهم ايه؟ كومبلكس فلتر. طيب في بقى حاجه برضه انتوا مش متخيلينها، السوبر سبكتريك فلتر اللي جت منين؟ يعني الاكسترا سبكتريك الانتر سبكتريك فلتر اللي جت منين؟ بين الابسس وفرقه. الترانس سبكتريك جت منين؟ اسبريت فوسا ابسس وفرقه. الاكسترا سبكتريك جت منين؟ دي ما جاتش من انفكشن في نهايه الكلام. الاكسترا سبكتريك جت من وات؟ بين بريكت الابسس وفرقه. السوبر سبكتريك بقى الغريبه اللي جت منين؟ بصوا الدراج بتاعها عامل ازاي؟ ده الدراج بتاعها بيعدي في الانتر سبكتريك بين، يطلع فوق يخرم الفيتر الناي والاكسترنال سبكتر ويمشي فيهم. ما عرفش يطلع لفوق فايه؟ نزل لتحت. فالسوبر سبكتريك دي هي البيرينال ابسس. اللي كان نفسه في يوم الايام يا حرام، او الانفكشن بنيه كلام اللي كان نفسه في يوم يا حرام يفتح بط سوبر الفيتر ما عرفش لفه ايه؟ ورجع تاني. بس المهم بقى لما تنيل ولف ورجع تاني، يا خذوه بقى لما تنيل التراك لف ورجع تاني، ده حتى جوه الانتاير لانس ده جوه الفايبر بتاع مين؟ الاكسترنال سفنكتر. عرفت ما ده السفنكتر اهو، هو بيعدي جوه السفنكتر اللافت. تعالى يا مصطفى تعالى افتحهم جوه. امسك يا بابا. ايدين مين دي مصطفى؟ لف كده بابا. مين ده؟ الفرقه يا حبيبي مالك في ايه؟ ده ايه ده؟ ده اللي استعمل ايه؟ سبيك. حلو تمام. مين دي كده اهي؟ دي اللي فوقيها مين؟ اللي فيكتور ايناي. تمام؟ هو عارفين بقى التراك هنا معدي فين؟ التراك معدي كده. جوه نفسه جوه مين؟ جوه الانتر سفنكتر. من التراك كان انتر سفنكتريك، طلع قابل مين؟ قفل عليه اللي بيتر الماي. فلف ازاي؟ لف كده لا ما عرفش يرجع في الانتر سفنكتريك فين؟ نزل كده. يعني الاكسترا السوبر سفنكتريك دي التراك معدي جوه اللانس بتاع مين؟ جوه الانتر سفنكتر. ما يا حبيبتي ثانيه ده 2D يعني عارفين يا حبيبي عارفين لو كان طلع كده ونزل كده ايوه هو ده جمال عدل. لو كان التراك طلع كده ونزل كده كان هيبقى ايه؟ انترسبكتر. بس المشكله ان هو طلع لقى الليفيتر الناي لف من فوقيها وعدى ما بين الفايبرز بتاع مين؟ الانترسبكتر. يعني دول الاثنين ده وصل وده وصل وده وصل. ليه ده وصل وده وصل وده وصل؟ في اي واحده من دول ممكن اعور مين؟ السفنكتر. السفنكتر او اعور مين نفسها؟ الكبر الثالث. عشان كده الثلاثه دول يسموا وات؟ الثلاثه دول يسموا ايه؟ كومبلكس فيتر. بالكومبلكس فيتر بقى هم الثلاثه دول لازم نعمل حاجتين مش هتكتبوا في الكتاب الاسم اكتبوا على الشمال. بالكومبلكس فيتر لازم اعمل حاجتين، لازم اعمل ام ار اي في الابدومنال. يا نهار اسود لازم اعمل ام ار اي في الابدومنال او انتريتال الترا ساوند. تفتكروا ليه في الكومبلكس فيسترا لازم اعمل ام ار اي في الابدومنال او لازم اعمل انتريتال الترا ساوند؟ لو ما رضوش يبقى انا بقالي ساعه بنت عندي على الفاضي. عشان عايز اعرف بقى التراك فعلا ماشي ازاي؟ ما كل الحاجات اللي بقولها لكم دي وعدى ما بين الاسفنكتر واصله طلع فوق واصله نزل لتحت، كل الحاجات دي ايه؟ يعني كل الحاجات دي تخيلات، انا بتخيل ان التراك عدى كده. بس اكتولي عشان اجيب التراك صح عشان ارسم التراك صح ومعدي فين بالظبط لازم اعمل ايه طبعا؟ لازم اعمل ايه في العيان؟ ام ار اي. اي كومبلكس فيترا لازم نعمل ام ار اي. اي كومبلكس فيترا لازم نعمل ام ار اي.
او انتريكتر الترا ساوند. اي كومبلكس فيترا لازم نعمل ام ار اي. انا ما قلتش الفيلينا فيترا نعملها ام ار اي. انا قلت انت تعمل ام ار اي الكومبلكس فيترا. الكومبلكس فيترا لازم اعمل فيها ام ار اي تو ايدنتيفاي الايدنتيكال دراج. عايز اجيب الدراج لازم اعمل ام ار اي. عايزين نسأل نفسنا سؤال بقى. نسأل نفسنا سؤال ايه اللي يخليك تشوف ان الفلتر كومبلكس؟ هقول لك الحته دي وبعدين تبقى بس ايه اللي يخليك تشوف ان الفلتر كومبلكس؟ يعني ايه اللي يخليك تشوف ان ده كومبلكس فلتر ودي فلتر عاديه؟ انتوا ايه رايكم في المرسوم على السطور؟ ايه اللي يخليك تشوف ان الفلتر كومبلكس؟ من على السطوره كده قول لي حاجه تخليها تشوف ان الفلتر كومبلكس. يعني وانا باصص للبروتوسكوب الاقي ايه كل الفلتر اللي غالبا كومبلكس؟ هاي كوم بالظبط. اي فلتر هاي غالبا ممكن تبقى كومبلكس. عرفت ازاي انها هاي؟ بالبروتوسكوب. اي فلتر هاي ممكن تبقى كومبلكس. طيب ايه رايكم تاني؟ ايه رايكم تاني يخلينا نشوف ان الفلتر دي كومبلكس؟ ريفرنت عند اكتر من مره ريفرنت عند العيان. ريفرنت عند العيان. ايه اللي يخلي الفلتر ريفرنت عند العيان اشوف انها كومبلكس؟ الجراح الجراح اكتشف انها كومبلكس جوه العمليه فما رضيش يعمل ايه؟ اللي هو بالكامله ما رضيش يعمل اللي هو بالكامله. ليه ما رضيش يعمل اللي هو بالكامله؟ هيعوض سكيتر فالفلتر رجع تاني. اي ريفرنت فلتر يبتدي يشوف انها كومبلكس. ايه اللي يخليني اشوف انها كومبلكس برضه؟ يا ابني يا ابني انت لو شكيت انها كومبلكس هتعمل ام ار اي. انا هنا بسالك سؤال، ايه اللي يخليك تشوف ان دي كومبلكس فيترا؟ اول حاجه كلكم ارضوها، لو لقيت الفتحه مالها؟ الفتحه هاي هبتدي اشوف انها كومبلكس. انت تاني هبتدي اشوف انها كومبلكس. لو ركبت كذا مره، لان كل مره الجراح يعملها بيخاف يعمل ايه هو بالكامله، ليه خاف يعمل ايه هو بالكامله؟ يعور السنتر فيكتفي بنص اليوبن ويسيبها. عارفين انت شوف تاني انها كومبلكس زي ما انتوا قلتوا كده، العين كان بين هيلتر وهيل اول. اسمه هيلتر بوست ابسس او سوبر هيلتر ابسس. لو بوست هيلتر بتاع العيان ما قاليش انا عندي فين هنا ابسس، انا عندي اسمه هيلتر بوست ابسس، عندي كومبلك عندي سوبر هيلتر ابسس ابتدي اشوف. طبعا اكتر من كده هتموت. نمشي مش هينفع نعالج لايف فيسترا دلوقتي مش هنفهموا حاجه. عمليات اللايف فيسترا وسخه. ممكن بس دي نقول انت ازاي تذاكر النهارده؟ او سوبر ريجستر ابسس او ايه سوبر فوس ابسس. يعني ما هو زي يا حسين. ايه؟ يعني ما هو زي يا حسين. مش عارفه يا